بسم الله، كتير طيبة، لازم تجربوها. لوصفة اليوم بدنا حبتين باذنجان. أول شي بنحطهم على النار، أول ما نشم ريحة حرق الباذنجان بنشيلها، بنحطهم بالصحن وبنحطهم بالفرن ساعة كاملة تقريبا. عندي هون لحم مفروم، برش عليه الملح وفلفل أسود، وبفرم معاها بصل وبقدونس. هلا بخلطهم مع بعض، باخذ شوية لحمة وبعملهم على شكل دوائر وبنزلهم بالمقلاية. هلا بنقشر الباذنجان وبقطعها، بجيب طاسة ومصفاية وبنزل الباذنجان عليهم. بهاي الطريقة بنتخلص من السوائل الزايدة اللي تسبب المرارة. بنزلهم بطاسة ثانية، بحط عليهم سنين ثوم، عصير الليمون والطحينة، عصير الرمان ورشة ملح، وبخلطهم مع بعض، وهيك المتبل بيكون جاهز. كل شي صار جاهز، وهلا بنحضر الطبق.